اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آنس وحشتنا في القبور وآمنا يوم العرض والنشور يا عزيز يا غفور. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحم حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وانصر واحفظ إمامنا بحفظك يا كريم. اللهم وفقه لهداك واجعل أعماله الصالحة في رضاك وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم اهد شباب الإسلام، اللهم اهد شباب الإسلام،
اللهم اهد شباب الإسلام ونساء المسلمين، اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم ارزقهن العفاف والستر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك، سبحانك وبحمدك. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين، اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم اشدد وطأتك على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم احفظ علينا والدينا وذرياتنا وأزواجنا وأرحامنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم واهدهم وسددهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم سقيا رحمة، اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا كريم، اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا كريم، اللهم لا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا، اللهم اغفر لنا، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تردنا بعد هذا الدعاء خائبين ولا عن باب جودك مطرودين يا جواد يا كريم. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر.